Uh, less than 1 شيماء بخير؟ <تصفيق> <تصفيق> ايه مسكينة راه كتحس آه. آه. كتحس آه. كتحس لا آه. 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 تف قلبها تف قلبها آه. يعني. تعرف اللي عزيزه, عزيزة <applause> عنده تعرف لي آه. آه. سبحان الله العظيم آه. مشاهدي شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه شطار البيضاء ومعنا مأساة يعني طفله صغيره الاسم ديالها شيماء اللي بصراحه ان جميع المغاربه من داخل ارض الوطن ومن خارجها وكذلك المحسنين انهم يتدخلوا ويتساعدوا معها ويوقفوا معها ويحسبوها كبنتهم لان يعني طفله يعني في العمر ديال سبع سنوات ولكن عايشه في يعني في جسد ديال الرضيع خاصه وان يعني كتعاني من اعاقه ذهنيه اللي حبست لها النموية. النمو ياك النمو ديالها تحبس ما بقاش كتزاد كذلك يعني هذه الاعاقه الذهنيه كتخلينا ما تفهمش الهضره ما تقدرش تهضر الام ديالها يعني بالامكانيات البسيطه هي والاب ديالها حاولوا على انهم يتقتلوا يتقاتلوا يعني باش يعالجوا الامه ديالهم يقلبوا على حالهم ويشخصوا الحاله, الحالة ديالهم ويمشوا عند الطب لان بنتهم وكبتهم ما يسمحوش بطبيعه الحال ولكن جهدهم جهد الله خاصه يعني حتى السكنه ما كتلقاش تري يعني حتى فين تلعب ولا مثلا يعني كتلقى غير الشرجم البلاصه الوحيده اللي عندها هي الشرجم ولا كتدخل كتدخل الطواليت لا آه حول ولا قوه الا بالله اذا كنتمنوا اذا غنسمعوا الام ديالها الرقم الهاتفي ديال العائله هو 0688 68 81 40 0688 68 81 40 لاي واحد بغى يتساعد معاهم ولا بغى يوقف معاهم فقط تكلمنا على شي ماء اللي اللي زاد شي ماء من زاد زادت ليا كلها كحله مزغبه كامله زادت ديت مريضه ديتها ميريزكو شحال انا نعسه بها وداك طلعت معاها ونزلت معاها وداك وفي الاخر قالوا لي هادشي خليقه من عند الله ما عليك الا تصبري وانا صبرت معاها وكافحت معاها و آه غيكون هذاك الشيء عندي مشكل في الحمل انا حيث ما كنتش عارفه حيت ما كاينش الامكانيات باش نتبع عند الطبيب ولا ندوز وداك الشيء انا كديرها في ظلها مني تزاد شيماء بهذيك الحاله كوكشتها انا براسي قلت لهم كاع واش تعيش لان تزادت تقريبا نقول تقريبا واحد شي كيلو هكاك تكون في انا قلت موحالش غادي تعيش حاشا كان كانت عندها واحد الصفه بحال سيفت ماشي بنادم في اصلا وباللولى كانت عندها واحد الصفه في الشكل دابا راه شويه الحمد لله وعانيت معاها وداك الشيء وقاسيت معاها في ميريزكو طلعت معاها ونزلت معاها ونعست معاها وداك الشيء قالوا لي اش غنقولوا لك مالك الا تصبري هادشي مع عند الله واخا ملي كتمشي كدي عند الطبيب اش كيقولوا لك ملي كانو شي عند الاطباء تيقولوا لي ما عندها والو هاد السيده هاد البنيه ما فهمناش المشكل ديالها هو ما عندها حتى شي حاجه يعني صافي انت درتي اللي عليك يعني تقبلي بان حكم الله بان راه الدريه خليقه من عند الله آه. يعني واش عندها عندها اعاقه ذهنيه عندها اعاقه ذهنيه اه عندها اعاقه ذهنيه ما تفهمكش ما تعرفكش تقولي ليها الا بغات تاكل هي كتبكي الا بغات تشرب كتبكي بغات تنعس كتبكي بغات مريضه دار شي حاجه كتبكي يعني بصعوبه باش باش تفهمها ما انا الا انا مم. اه وليت كنفهمها شويه الا يعني. انا كنفهمها لا شي حاجه نعرفها نعطيها ما, ما تبغيش نعطيها لما ما تبغيش نعرفها انها دار شي حاجه اه واخا بالنسبه لكم نتوما الوضعيه الماديه ديالكم الماديه ديالنا تا كتشوف على قد الحال داكشي اللي كنجيبو كناكلو كن لي على قد الحال حتى المرض ملي كتمرض ما تلقاش باش ن... ما خطا لها من, من فقط يعني باش ندوز ليها ولا نتاع عند طبيب ولا كاينش امكانيات حتى حد ما كره ولدو يدير ليه شي حاجه ولا حتى حد ما كره ولكن الامكانيات هما كل شيء لما كان الامكانيات راه ما والو في الدنيا فهمت. اه دابا حاليا دابا واش الطبيب مازال يعني الحاله ديالها الطبيب صافي قالوا لي حبسي ما هاد الدوسيني ديالها هو عندي إلا ما كاينش الحل الحل ديالها هو انك تصبري معاها وتكافحي معاها حتى الحمام كنتعذب معاها ملي كنبغي نعومها وداكشي كان كنتمحل معاها واحد شويه في الحمام لان ما كتخليكش باش تعومها كتبقى تجبد في الارض وكتبقى تركل وكتبقى بزاف د الحوايج تلقى معها صعوبه وولات كتجيني ثقيله بدات كتقال عليا ولو بحال ما هاد السن بدات كتقال عليا ولات كطرني حتى كنت كنصعوم عومت في الطواليط طحتي مسكينه في الطواليط مع مضيقه ما بقيتش كيفاش ندير حتى ما كانت ملي كان عياب انني بقى كل ساعه غدال الحمام تنقول نعومها غير هنا تنعيا ولكن تتعذب معاه في الطواليط حتى هي صغيره لا لا ليكوش كنديرهم لا ليكوش انا كنديرها لي كوش انا وكلشي انا لا واقع تبقى ديرو حياتها كامله قالوا لي حياتها كامله تبقى ليكوش ما خاصها ولا مثلا لا ديتها انا ودرت لها الترويض مره واحده قالت لي اختي ختي لها للدار نوريك الحركات اللي ديري لا بقا ديريهم لها في الدار من الاحسن بلا ما تجيبيها. العلاج ديالها صعيب. يعني العلاج ديالها صعيب اه. عييت انتوما عييتو. عييت انا عييت بزاف انا بزاف. اش غادي دير يعني راه غتقبل بحكم الله. حكم الله راه غادي يتقبلوا بز غير هي مسكينه ما كتلقاش فين الدور هنا ما تلقاش. هذا هو المشكل اللي كنسولك عليه دابا. اه بيت <applause> واحد. يعني آه كيبقى آه مسكين فين تلعب وفين الدور فين, فين خاصني كل ساعه نبقى تابعها هي في التواليت بعد مرات كطلع ليا فوق البوطه كتحط يدها مسكينه ما كتعرفش واحد مرات تحرقات ليا ما رديتش ليها البال يعني ما كتلقاش مسكينه حتى هي حريتها فين تلعب ولا فين الدور بيت واحد فيه قادوس فيه التواليت فيه كلشي. وخا رساله الرساله اللي تبغي تقوليها للمحسنين رساله اللي بغاو هاد الرساله اللي غنقول الله يجازيهم بخير. يتعاونوا مع شيماء يشوفوا من حالها يحسوا بها كما يحسوا بوليداتهم تلقى هي مسكينه فين تلعب وفين ولقالات انا انا نقراحتي معاها يعني انا مبرصطه معاها فيما دارت خصني ندور معها يعني ما خصني ندير حتى شي حاجه كنطلب من محسنين يعاونوها ويساعدوني فين تلعب شيماء وفين التسع راه بيت واحد في طواليط وفي قادوس وفي كل شيء وفي كوزينه وفي كل شركة تشتي الحاله انت شتي الحالة وعندي وليد اخر كنفرش لها مسكينه غير في الارض فيك تنعس راه بونجه ديالها راه بونجه ديالها فيك كنفرش عليها